لما تشوفوا السليكتور نفسه تبقوا عارفين هل السليكتور ده هيشتغل ولا لا، وبالذات السي اس اس سليكتورز فيرجن 3. يعني طبعا السليكتورات من النوع فيرجن 3 اساسا ما بتشتغلش على براوزرات 6 و7 و8، ما بتشتغلش غير مع 9 بس بالنسبه للاي اي انترنت اكسبلورر. وطبعا اكيد بالنسبه للفيرجنات بتاعت البراوزرات الباقيه اكيد برضو نفس الحكايه. بس هل في بقى ورك اراوند او حل للكلام ده؟ لا طبعا مفيش حل للكلام ده نهائيا، لان دي سليكتورز صريحه بتشتغل مع براوزرات بتسبورتها من فيرجن معين الى الفيرجن الاعلى. تمام. مواصفات السايت اللي انا قلته هتعملوه بالنسبه للمسابقه، يعني لا انا ما فيش اي مشاكل بالنسبه لي، انا عايز بس الناس اللي عايز يقلب دماغه يعمل حاجه بدماغه، وطبعا ده مفضل. بس انا بالنسبه لي ما عنديش اي ريستريكشن على الموضوع، ما عنديش اي يعني حاجات ممكن اقولها من دماغي عن الموضوع، اللي عايز يبدا يبدا من دماغه. انا اهم حاجه عندي ان انا اشوف ديزاين. الديزاين طبعا مش هيبقى متوقف على الشكل فقط نهائيا، لان انا ما ببصش للكلام ده، انا ببص لاستخدامك للسي اس اس والاتش تي ام ال في المرتبه الاولانيه. هتشتغل على اكيد هتلاقي 100% طبعا، لانه العمليه مش متوقفه على اي بس. يعني في حاجات كتير قوي انت ممكن تشتغل بيها بالنسبه لل بالنسبه لل اللهم صل على النبي اللي هو البراوزرات الباقيه. يعني هي بس مشكله مايكروسوفت ان هي دايما بيبقى الابديت ما بين كل فيرجن والتاني في الانترنت اكسبلورر واسع قوي، يعني الفروقات بتبقى شاسعه ما بين 6 و7 وما بين 7 و8 وبين 8 و9. هي دي مشاكل في مايكروسوفت. هي كشركه بتحاول دايما ان هي تعالج المشاكل وتطلع مشاكل جديده عشان يبقى عندهم وقت ويلاقوا وقت ان هم يحلوا المشاكل دي. الناس دي بتتعب في ايجاد الحلول والمشاكل في نفس الوقت. لا هو مش مفيش عقبه، هو باذن الله. يعني اللي انا يعني شفته في مايكروسوفت الايام اللي فاتت والسنين اللي فاتت ان تركيزها دلوقتي على ان هي تواكب الشركات اللي حواليها. يعني هتلاقي ان اي اي 9 بيمبلمنت جزء كبير جدا جدا من ال دبليو 3 سي مودلز. المحاضره لسه ما بداتش، المحاضره لسه هتبدا. تمام. الصوت واضح والشاشه واضحه. كله تمام، كله تمام. اوكي. طيب الويب سايت اللي احنا هنعمل زيه ان شاء الله هيبقى اللي احنا هنعمله مع بعض ان شاء الله هو ويب سايت انا عامله اوريدي اللي هو الويب سايت ده. تمام كده؟ فاحنا هنعمل مع بعض الويب سايت ده النهارده ونشوف هو اتبنى ازاي من الالف للياء. يمشي معاكم ولا صعب؟ الويب سايت انا هسيبه لكم اهو وانتم شوفوا ان كان صعب عليكم ولا سهل. اهو. هو ده الويب سايت اللي احنا هنشتغل عليه النهارده، اللي احنا هنعمل زيه. تمام كده؟ اهو. تمام، هل في اي مشاكل؟ مش هنبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض ويب سايت كامل من الألف للياء، والوقت المتبقي بإذن الله هناخد فيه بقية الادفانس سيلكتورز ونتكلم عن مفاهيم معينة
هو انا المره اللي فاتت شرحت لكم السبيسيفيتي والكالكوليشن بتاعها والحاجات دي ولا مش شرحتهاش؟ لا لا ازاي يعني انتوا ما عرفتوش ازاي تحسبوا السي اس اس بالارقام؟ القواعد انا ما شرحتهاش بالارقام. لا ايه على فكرة ان انا شرحتها والله. ثانية واحدة كده، انتوا متأكدين يا جماعة؟ عشان انا بتوه. يعني احنا مش رحناش. طيب بص يا جماعة، دلوقتي احنا هنيجي هنا على البورد رقم 3 ده ونكتب مع بعض advanced selectors continued. تمام، هنروح هنا على ال W3 CSS selectors W3C. عشان انا بس ابقى ماشي صح معاكم. طيب البتر ماتشنج ده اوكي، سينتكس سيلكتور سينتكس اوكي ماشي، جروبينج اوكي مش مشاكل شرحناه، يونيفرسال سيلكتور احنا شرحنا يونيفرسال سيلكتور. شرحناه يا جماعه، انتوا معايا يا جماعه ولا مش معايا؟ هو ليه الصوت بيروح ولا الصوت مش عندي اصلا موجود ولا ايه؟ يونيفرسال سيلكتور احنا شرحناه ولا لا؟ اليونيفرسال سيلكتور شرحناه؟ لا ماشي، يبقى احنا نكتب على جنب كده ايه؟ يونيفرسال سيلكتور اوكي. يونيفرسال سيلكتور ماشي. طيب ال descendant selectors شرحنا ال descendant وشرحنا ال child وشرحنا ال adjacent siblings وال general siblings، ال attributes شرحتها انا فاكر، ال class selectors انتوا عارفينه وال id selector انتوا عارفينه. ماشي نخش بقى على السب elements والسب classes. السب classes first child شرحناها؟ لا طبعا. يبقى هنتكلم عن ال pseudo classes، عندنا first dash child و last dash child و only dash child. تمام، طبعا هو هنا بيتكلم بس عن first child. اللينك سودو كلاسز شرحناها، الديناميك شرحناها، اللانجوج لا ما شرحناهاش، بقى نكتبها. تمام، السودو اليمنتس بقى فيرست لاين، وعندنا فيرست ليتر، وعندنا بيفور وافتر. بيفور وافتر اوكي، عندنا سودو اليمنتس، عندنا فيرست داش لاين، وعندنا فيرست داش ليتر، وعندنا before وعندنا after. اوكي ده بالنسبة للسيلكترز من نوع رقم 2. ايه بقى المختلف عنها في السيلكترز من نوع رقم 3 بقى؟ انا اقول لكم، هنرجع هنا باك وهنكتب بقى المرة دي CSS 3 selectors. بصوا انا هوريكم ايه الفرق بين ده وبين ده، ركزوا معايا بقى. بصوا بقى يا جماعة، هنا سيلكترز اهي سينتكس جروبنج خلاص سمبل. ماشي بصوا بقى يا جماعه، احنا سمبل سيلكتر عندنا تايب سيلكتر طبعا انتوا عارفينه،
اللي هو بيمثل نوع الاليمنت اللي احنا بنتكلم عنه. يونيفرسال سيلكتور هنتكلم عنه، الاتريبيوت سيلكتور اتكلمنا عنه، ده كل ده في السي اس اس 3. تمام، الكلاس سيلكتور اتكلمنا عنه، الاي دي سيلكتور برضه اتكلمنا عنه. السولو كلاسز بقى، في عندك الديناميك سولو كلاسز، في عندك اللينك سولو كلاسز اللي هي اللينك والفيزيتد، وفي عندك اللي هي الديناميك بقى اللي هو اليوزر اكشن اللي هي الهوفر والاكتف والفوكس. في السي اس اس 3 بقى هو قسم العمليه شويه، يعني بدل ما خلاها لينك سودو كلاس وديناميك سودو كلاس خلاها جنرال كاتيجوري، يعني كاتيجوري او تصنيف واحد اسمه ديناميك سودو كلاس، وقسمه لجزئين، اللينك اللي هو فيه اللينك والفيزيتد و اليوزر اكشن اللي هي الاكشنز اللي بياخدها اليوزر زي الهوفر والاكتف والفوكس. وبعدين حط بقى حاجه جديده اسمها تارجت سودو كلاس، ده ما بيشتغلش غير مع سي اس اس 3 بس. وبعدين اللانجوج بتاعتنا اهي اللي هي اللانج، وفي عندنا بقى حاجه اسمها اليوزر انترفيس اللي هي اليو اي اليمنت ستيتس زي مثلا انيبلد او ديسيبلد في حاله لما الاليمنت يكون انيبلد او يكون ديسيبلد. وعندنا التشيكد سودو كلاس برضه والانتر ديتيرمين. وبعدين هيتكلم عن نوع من السودو كلاس اسمه ستراكشرال. الستراكشرال بقى صعب شويه، في حاجه اسمها الروت سودو كلاس، وعندي حاجه اسمها الانتر تشايلد، دي اعقدهم كلها. فاحنا هنأجل ده للاخر خالص بتاع المحاضره، لان دي السي اس اس 3 سيلكتورز. تمام، نيجوشيشن سودو اليمنتس، عندنا فيرست لاين فيرست ليتر بيفور وافتر، بعدين كومبينيتورز، وبعدين كالكوليتنج سبيسيفيتي، وبقى الجرامر بتاع الاي اس اس اس. اوكي ماشي. طيب بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي بالنسبه للسولو كلاسز اللي احنا لسه ما كملناهاش اللي هي فيرست اي تشايلد لاست تشايلد اونلي تشايلد واللانجوج، تعالوا مع بعض نشوف هنعمل الحاجات دي ازاي. هنفتح مع بعض نوت دوت بلس بلس، تمام، وعندنا مثال زي ده نعمل سيف از، هنعمل دي سولو نيم اهو، في السكريبت ده خالص مش عايزينه، والبوت بتاعنا ده مش عايزينه. دلوقتي انا لو عندي بيض بالمنظر ده، الاي دي بتاعه اسمه تيست، وحبيت بقى انا اقوم جاي هنا اهو عامل باراجراف، this is a paragraph 2 3 4 5. هو بيساوي تكست على سي اس اس هقول انا عايز الباراجراف اللي هو فيرست داش تشايلد اللي هو اول تشايلد من البنت بتاعه، فهنقول ايه؟ هنقول ان الكلر بتاعه على سبيل المثال هو ريد، والفونت داش ويت هو بولد. فلو احنا جينا فيها نوع في مشكلة الشير شغال، الشير في مشكلة، طيب امال ايه مشكلة بقى؟ الشير
فيه شغال ولا مش شغال، لان انا في حد دلوقتي حاول ان هو يعمل تيست تقريبا. طب يا جماعه بعد اذنكم، لو في اي حد عنده كنترول على الريموت ما يعملش شير عين. كده شغال. كده اوكي. ماشي اوكي. دلوقتي احنا هنرجع على النوت باد. فبقول انا لو عندي هنا صفحة فاضية، عندي هنا البودي بتاعي حطيت فيه دي اسمه تيست، وبعدين عملت ادي باراجراف 2 3 4 5 على سبيل المثال. الخمس باراجرافات دول انا عايز اجيب للتشايلد الباراجراف اللي هو فيرست تشايلد من البارنت بتاعه. فهكتب ايه؟ هكتب دي فيرست تشايلد، هخليه ريد واخليه الفونت بتاعه مثلا ويت بتاعه بونز. فهنيجي هنا نقول احنا لو عرضنا الصفحه دي على الفايرفوكس هنلاقي فعلا ان انا عندي الباراجراف اللي هو يعتبر الفيرست تشايلد من البارنت بتاعه لونه احمر، والفونت طبعا ويت بتاعه بولد. تمام كده؟ تمام. فده هو الفيرست تشايلد. طب ايه اللاست تشايلد بقى؟ اللي هو الاليمنت اللي يعتبر اخر تشايلد في البارنت بتاعه. فبالتالي انا لو جيت عملت ريفرش هلاقي انه اخر باراجراف عندي اللي هو اللاست تشايلد من الديف ده هو اللي واخد الايه الستايل. احنا لو عايزين يعني نوضح العمليه شويه هنقول انه الديف بتاعي اللي اسمه تيست ده واخد مثلا بوردر سوليدز 1 بيكسل و كولر كده بادنج 10 بيكسل اهو، ويتس معين مثلا 150 بيكسل. نعمل ريفرش اهو، ده اخر باراجراف عندي وده اول باراجراف عندي. فيبقى ده فيرست ايه فيرست تشايلد وده هو اللاست ايه تشايلد. طب ايه هو الاونلي تشايلد بقى؟ الاونلي تشايلد اللي هو التشايلد الوحيد اللي موجود عندي. فلو انا جيت قلت اونلي تشايلد طبعا القاعده دي مش هتطبق، لان انا لو جيت بصيت هلاقي انه الديف بتاعي اللي اسمه تيست فيه تشايلد 2 3 4 5، خمسه تشايلدز، خمس باراجرافات. لو انا شلت اربعه منهم كده هيبقى الباراجراف اللي فاضل هو التشايلد الوحيد بالنسبه للديف اللي جواه. فاجي اعمل ريفرش الاقي فعلا ان الباراجراف ده اتطبقت عليه الايه؟ القاعده. على سبيل المثال مثلا انا بقول ان انا عايز ال H1 بتاعتي this is the only H1 header in my page. فبقول انا عايز ال H1 بتاعتي تاخد مثلا نفس الستايل ده، فخلي دي H1. فلو جينا عملنا ريفرش كده العمليه مختلفه، لان انا البودي بتاعي هو البارنت. طب انا لو جيت بقى عملت كده، لو خدت ده مثلا ال H1 ده وقمت جاي كات وشايل كل ده كده وحاطه هنا بيست وعملت ريفرش، ايه اللي يحصل؟ ابص الاقي ان فعلا ال H1 بتاعتي هي اللي ايه؟ هي اللي شغاله، هي اللي خدت ستايل. بس ايه؟ اتش 1 زي ما حضراتكم شايفين هي تشايلد وحيد فعلا للبودي. فبالتالي وانت بتطبق قاعده الاونلي تشايلد لازم تراعي انه يبقى فعلا البارنت بتاعي بيحتوي على تشايلد واحد فقط من النوع اللي انا ذكرته ده. يبقى انا كده لو جيت عرفت القواعد دي تاني هنا هقول انه السودو كلاس اللي اسمه فيرست تشايلد هو امكانيه تنسيق العنصر من هذا النوع بشرط ان يكون هو اول عنصر تشايلد، شدي كده، من البارنت اللي هو فيه. اللي بعديها هنقول اللاست تشايلد هو امكانيه تنسيق العنصر من هذا النوع بشرط
ان يكون العنصر هو اخر ايه تشايلد بالنسبه للايه للبالانس اللي هو فيه. الاونلي تشايلد هو امكانيه تنسيق العنصر في حاله ان يكون هو العنصر الوحيد الشايلد من المحتوى او بالنسبة لايه بالنسبة لايه البرنت بتاعه. اللانجوج بقى استخداماتها قليلة جدا جدا، بس استخداماتها بتتمكن في ايه؟ في ان انا اقول على سبيل المثال مثلا عايز الباراجرافات اللي هو لانجوج عربي، يعني اجي اقول مثلا هنا انا عندي باراجراف هنا اللي فاجي اقول هنا ايه؟ اقول على سبيل المثال انا عايز باراجراف اللي اللانجوج بتاعته اي ار، ياخد مثلا كلر جرين. فنيجي نعمل ريفريش هنا في الصفحه بتاعتي، فين ال فبص تلاقي انه بي من النوع لانجوج اللي هو بتساوي ايه؟ اي ار. لازم تاخد الكلر ايه؟ جرين. ايه بقى المشكله؟ ان انا ممكن القاعده دي تشتغل عندي ولا ما تشتغلش؟ المشكله انه في ناس بتعتبر ان اللانجوج ده هو سي اس اس سيلكتور من النوع العادي، وفي ناس تعتبره من النوع السبيشال. طيب تعالى نشوف احنا لو حبينا نتاكد من الحكايه دي. هنعمل ريفرش، هنبص فعلا نلاقي ان انا عندي هنا السي اس اس سيلكتور ده من النوع العادي. ليه؟ لان انا لما جيت كتبت زي ما حضراتكم شايفين القاعده او الخاصيه بتاعتي من غير ايه؟ يساوي. بس هل هو فعلا من النوع العادي ولا النوع المميز؟ انا اقول لكم بقى. في حاجه اسمها سبيشال اتريبيوتس، بمعنى ان الاتريبيوتس ممكن يكون فيها خصائص مميزه وخصائص عاديه يمكن تداولها. فبالتالي في مثلا اتريبيوتس زي الاتريبيوتس اللي بتدي معنى بالنسبه للمحتوى نفسه. على سبيل المثال عندي حاجه مثلا زي الاتريبيوت اللي اسمه دي اي ار اللي هو الدايركشن. فطبعا دي اي ار ده اللي هو اتجاه الكتابه، هل هو ليفت تو رايت ال تي ار ولا رايت تو ليفت ار تي ال. عندي مثلا حاجه اسمها لانج اللي هو اللانجوج. لانجوج عن طريقه بقول انه انا مثلا اللغه المستخدمه في كتابه هذا النص هي اللغه من النوع كذا. عندك مثلا حاجه زي الاي دي، الاي دي هو يونيك نيم، يعني نيم مميز بالنسبه للعنصر بتاعي، عشان اقول ان العنصر ده اسمه كذا. فبالتالي انت بتدي اسم معين او معنى معين للمحتوى بتاعك عن طريق استخدامات السبيشال اتريبيوتس اللي ايه اللي زي دي. تمام، يبقى احنا كده لو حبينا ان احنا نستخدم السوبر كلاس اللي اسمه لانجوج، كل اللي انا بعمله بس ان انا بقول ايه؟ بقول انه السليكتور بتاعي التايب لانجوج بتاعته بتساوي كلمه معينه وبديها بعد كده كونسيانس. فلو انا جيت عرفت الكلام ده هنا هقوم جاي قايل ايه؟ لانه هنا هو امكانيه تنسيق العنصر في حاله ان تكون اللغه المستخدمه في كتابته من النوع كذا زي اكس 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 كذا مثلا ايا ما كان وتقدر ايه هي الكلمه. تمام، ده بالنسبة للسي اس اس 2.1 سيلكترز. نتكلم بقى عن السولو اليمنتس. السولو اليمنتس بتاعتي فيرست لاين. فيرست لاين دايما هو بيبقى السطر الاولاني من المحتوى بتاعي، من الباراجراف او النص او تكست اللي موجود عندي. على سبيل المثال ممكن اجي هنا اقول ايه؟ اقول ان انا هاخد مثلا كوبي من هنا من الباراجراف ده كده اهو كوبي، واني انا احطه في شكل باراجراف جديد اهو، وهقوم جاي اهو قافل الباراجراف ده كده، وهقوم جايين شايلين الباراجرافات دي كده، وهنقول في قواعد انه الباراجراف الف
first dash line يبقى الكالر بتاعها مثلا اورانج. فلما نيجي نعمل ريفرش كده هنلاقي فعلا انه الفيرست لاين بتاعي اللي هو اول سطر في النص بتاعي باللون الايه البرتقالي اللي هو اللون الايه الاورنج. فانا لو جيت اعمل مثلا على سبيل المثال توسيع العرض بتاع الديف ده بدل ما هو 350 خليناه 550، معنى ذلك ان السطر بتاعي المفروض يكبر. فعلا انا لو عملت كده دلوقتي هلاقي ان السطر يضم بعد كده كلمه ذا وفورم واوف وسيرفيس. وبالتالي كل لما العرض بتاع النص بتاعي يكون كبير السطر الاولاني مني دايما اللي موجود قدامي هو اللي بياخد التنسيقات دي عن طريق استخدام ستوديو اليمنت معين اسمه الفيرست لاين. طب ده بالنسبه للفيرست لاين، احنا لو جينا هنا هنكتب ان الفيرست لاين ده هو امكانيه تنسيق السطر الاول فقط من النص الموجود بداخل يعني باراجراف من النص بتاعك هو اللي بياخد التنسيقات اللي انت عايزها. ده بالنسبه للفيرست لاين. طب ايه الفيرست ليتر بقى؟ نشوف على سبيل المثال انا عايز مثلا اخلي حرف السين ده حرف كابيتال كبير شويه. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقوم قايل انه الباراجراف الفيرست داش ليتر فونت داش سايز 2 امس. تعال نشوف لو عملنا ريفرش هنا هنلاقي فعلا ان حرف السي بتاعي زي ما حضراتكم شايفين خد 2 امس مساحه، يعني الحجم بتاعه بقى 2 امس. طيب احنا ممكن نعمل ايه بحجم زي كده؟ ممكن نعمل افكت مشهور قوي في الكتابه اسمه دروب كاب. الدروب كاب اللي هو الحرف الكابيتال الكبير اللي يبقى دايما في اول البروجرام بتاعي، واحيانا بيكون حرف مثلا مشترك ما بين سطرين ثلاثه او وات ايفر، بس احنا بنقدمه بشكل احسن شويه. ممكن نعمل افكت دروب كاب ده ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنشيل احنا القاعده دي اللي بتخلي اللون برتقالي اهو، هنعمل ريفرش فكده حرف السي هيبان عندنا اكتر، وهنقول انه حرف السي ده كمان بياخد مثلا فونت داش ويت معين وورد مثلا اهو ريفرش. وهنيجي بقى نقول قايلين ايه؟ نقول انه الحرف ده هيفلوت تو ليفت كده. فاول لما يجي فلوت تو ليفت لاحظ معايا ايه اللي هيحصل بقى؟ هنعمل ريفرش زي ما حضراتكم شايفين الحرف فعلا بقى فلوت تو ليفت، ولان الحرف بقى فلوت تو ليفت فبقيه النص هيدور على المكان الفاضي جنبه علشان يملى الفراغ ده. ففعلا هو فعلا ده اللي حصل، بقيه الكلمه طلعت لفوق وبقيه النص كله طلع لفوق. احنا بقى عايزين ان احنا ننزل على الاقل بمقدار سنه بسيطه للحرف اللي هو السي ده. هنعمل ايه؟ اكيد هنديسبلاي الحرف ده على ان هو بوك عشان نديله مارجن داش توب يساوي مثلا 5 بكسل. فلما نعمل ريفرش المره دي هنلاقي فعلا ان حرف السي نزل لغايه لما بقى في اول ايه؟ في اول السطر بتاعي والمحاذاه بتاعته مع المحاذاه بتاعه الايه؟ بتاعه النص. فارق عنهم بواحد بكسل تقريبا، يعني احنا لو عملنا اربعه هيبقى تقريبا هو كده بنفس المقدار اللي احنا عايزينه. طيب ممكن نكبره كمان ونلعب في القيم دي، ممكن نخليه 2.5 مثلا. نعمل ريفرش المنظر ده كده ونحاول ان احنا نبعد المارجن فروم رايت خليه مثلا 4 بيكسل كمان. فنيجي نعمل ريفرش نوصل الافكت ده اللي احنا عايزينه اللي هو بيسموه الايه؟ الدروب كاب. فكده الدروب كاب كتركايه معينه لما نحب نعملها هنعمل ايه؟ اول حاجه احنا هنستخدمها زي ما حضراتكم شايفين هو السولو اليمنت اللي اسمه فيرست داش ليتر. فكده فيرست داش ليتر قال لي ان انا عايز فقط الحرف الاولاني من اول سطر موجود في النص بتاعك، مش اول حرف موجود في كل اول سطر. وبعدين هطبق عليه التنسيقات العاديه. انا عملت الفونت سايز بتاعي 2.5 انز والويت بولد والفلوت ان هو الفلوت تو ليفت على
علشان بقيه النص يطلع حواليه في المكان الفاضي، وهعمله ديسبلاي از بلوك واعمل له مارجن فروم توب 4 بكسل ورايت 4 بكسل. طبعا كان دي ممكن تتحط ممكن ما تتحطش حسب التنسيق اللي انت عايزه، فبالتالي انت مش مقيد بالتنسيقات اللي انا عاملها، بس انت عايز تفهم انا عملت ايه ازاي او عملت ايه بالظبط علشان اخلي السي تبقى دروب كاب او دروب كاب افكت ازاي احنا ممكن ان احنا نطبقه على البرنفوك بتاعتنا. فبالتالي انا لو حاجة اكتب هنا هقوم جاي قايل ايه، قايل ان الفيرست ليتر ده هو امكانيه تنسيق الحرف الاول من اول سطر فقط في النص بالكيفية الواضحة، ومن اشهر الامثلة على استخدام هذا النوع هو التأثير الافكت اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه دروب كاب. تمام، بيفور وافتر هتلاقي عندك انه انت بتقول ايه اللي يجي قبل الاليمنت بتاعي وايه اللي يتبريزنت بعد الاليمنت بتاعي، بس بيفور وافتر بتستخدم دايما دايما وابدا سي اس اس بروبرتي اسمها كونتنت. كونتنت دي هنشرحها قدام شويه، ممكن نشرحها في المحاضره الجايه مع بقيه السي اس اس سي سيلكترز، ولو اتفضل وقت في الاخر انا برضه هشرحها لك بتعمق، بس تعالى نشوف كونتنت احنا ممكن هنا نستخدمها ازاي. لو انت جيت بصيت هتلاقي ان انا على سبيل المثال لو عندي تاج زي البلوك كيوبز اهو، بلوك البلوك كيوت ده اللي هو المقوله المقوله، عندي حاجه اسمها كيو اللي هو كيوت نفسها، وبلوك كيوت اللي هو كيوت في بلوك يعني مش ان لاين هو بلوك كامل. فلو احنا على سبيل المثال قلنا مثلا هذه مقوله مقصوره من الامثال الشعبيه القديمه، وحبيت ان انا اعرض دي كده واعمل ريفرش، ايه اللي هيحصل؟ هاجي اعمل ريفرش هبص الاقي ان هذه مقوله مقصوره من الامثال الشعبيه القديمه. البلوك كيوت واخد ستايل او ديفولت سي اس اس او ديفولت برزنتيشن او تنسيق افتراضي ان هو بيبعد المسافه اللي حضراتكم شايفينها دي عن اول ايه؟ اول السطر بتاعي. فبالتالي انا بقى عايز اخلي الرمز او الشكل اللي احنا بنستخدمه اللي هي الدبل كيوتس حواليه من اول المقوله لاخر المقوله. في الحاله دي انا هقوم اعمل ايه؟ هقوم قايل ان البلوك كيوت بتاعي دي فور استخدم كونتنت معين وهو على سبيل المثال العلامه دي. تعال نشوف مع بعض ايه اللي ممكن يحصل لو عملنا ريفرش. مفيش. طيب احنا هنعمل ايه؟ كده اه. اوكي. فلو جيتوا بصيتوا هتلاقوا ايه بقى؟ هتلاقوا انه فعلا لو احنا جينا كبرنا دي هنا بيفور هو اوتوماتيكيا بيستخدم ايه؟ استخدم الشكل الصغير اللي هو السنجل كيوت ده علشان يحطه قبل التاج. ممكن اقوم جاي اعمل سيلكتور تاني جنبه كده واقول نفسه، بس بعد كده ايه بقى؟ افتر. ايه اللي هيطلع بعد المقوله دي؟ هنعمل كده هنبص نلاقي فعلا انه المقوله زي ما حضراتكم شايفين تم تقديمها ما بين ايه؟ ما بين سنجل كيوبز، دلاله على ان هو ده الشكل اللي انا هستخدمه علشان اعمل ايه؟ اعمل المقوله بتاعتي. فبالتالي استخدام السولو ايمنت بفور وافتر ده علشان اقول ايه اللي هيجي بعد التاج بتاعي وايه اللي هيجي قبل التاج بتاعي. استخدام البروبرتي اللي اسمه كونتنت ده قليل شويه، بس احنا ان شاء الله لو عندنا وقت في الاخر في المحاضره هشرح لكم بالتفصيل مهم كونتنت احنا ممكن نعمل بيها ايه اكتر من كده، لان استخداماتها جميله جدا جدا كبروبرتي بالنسبه للسي اس اس. وبالتالي لو انا جيت هنا وقمت قايل بيفور وافتر، كل اللي هقوله انه هو امكانيه تنسيق ما بعد العنصر او وضع شيء معين بعده، ده قبل مش بعده، انا اسف احنا عشان نقلب الايه ممكن نكون نقول دي افتر ونخلي دي هي الديفور اهو،
وهنا هنكتب نفس الجمله بالظبط، بس طبعا هتبقى بالنسبه لنا مش ما بعد بقى، ما قبل. العنصر او قبله، يبقى كده احنا ما قبل العنصر، او ان احنا ممكن نضع شيء معين بعد ايه، او قبل ايه العنصر بيبدا، زي ما حضراتكم ايه، زي ما حضراتكم شفتوا. فده هو السولو كلاسز اللي موجوده في سي اس اس 2.1. شفنا منها الفيرست تشايلد واللاست تشايلد والاونلي تشايلد واللانجوج، وشفنا في السولو اليمنتس فيرست لاين والفيرست ليتر والافتر والاي والبيفور. الريفرس سيلكتور هو اكثر السيلكتورات اللي ايه اللي غير مرغوب فيها، دايما يقول لك اتس نوت ريكومندد ات اول، يعني لا يفضل نهائيا انك تستخدمه. وانت بس بتستخدم رمز النجمه دي عشان تقول اي 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 تاج قدامك موجود في الصفحه. على سبيل المثال احنا ممكن نيجي نقول ايه؟ نقول انه اي تاج موجود قدامي في الصفحه ياخد مثلا مارجن صفر وبادنج صفر. فلما اجي اعمل ريفرش للصفحه بتاعتي اللي هي دي كده اهي، نعمل ريفرش، هبص الاقي فعلا ان المارجنات والبادنجز ما بين كل الاليمنتس اللي موجوده عندي بقت ايه؟ بقت صفار، لان انا كده بقول له اي حاجه قدامك. بس ليه هو بقى اتس نوت ريكومند ات اول؟ لان بيقول لك هو متعب بالنسبه للبراوزر، لان انت لما البراوزر يجي يطبقه بيقوم جاي مطبقه عامل زي الطوفان او العاصفه كده، بيطبق نفسه على اي اليمنت قدامه، اي تاج قدامه بيقوم هو اوتوماتيكيا حاطط عليه مارجن وبادنج صفار. طب ما انت ممكن اللينكات والايمجز والان لاينز كلها انت لا محتاج ليها مارجنز ولا بادنجز مثلا، يبقى انت هتستخدم اليونيفرسال سيلكتور في ايه؟ وعبد الى ذلك ان انت بتتكلم عن عامه القواعد نفسها، قاعده عامه يعني اي حاجه قدامك طبق عليها التنسيقات الاتيه. فبالتالي هو مجرد ومهلك بالنسبه للبراوزر علشان يبدا يدور على الاليمنتس اللي هو عايز يديها تنسيقات. ليه؟ لان هو بيدور على اي حاجه قدامه، فطبعا البراوزر ياخد الوقت بتاعه في ان هو يطبق كل التنسيقات دي على اي اليمنت قدامه مهما كان، سواء كان احنا هنستخدمه او احنا مش ايه مش هنستخدمه. فبالتالي ان الناس اللي كانت بتكتب قبل كده الريسيتس بتاعتها اللي هنتكلم عنها بعد كده ان شاء الله، بالنسبه للريسيتس بتاعتها بدل ما تكتب اليونيفرسال سيلكتور بالمنظر ده ممكن فقط تستعين بالتاجات فقط اللي هتستخدمها في الصفحه، زي ما احنا كنا بنعمل. يعني كنا بنيجي نقول للهيك الزوار او الريسيت بتاعنا اللي كنا بنقوله عايزين البادي بتاعنا والديفات مثلا والباراجرافات والاتش 1 شو اتش 6 6 مثلا وهكذا، كل ده احنا عايزين نعمل بيه ايه؟ عايزين مثلا نديه مارجن وبادنج صفار، بدل ما نقول له اي حاجه قدامك اعمل لها مارجن وبادنج ايه؟ صفار. فده هو الادفانس سيلكتورز اللي احنا كان المفروض نتكلم عنها بالنسبه للسي اس اس 2.1، وان شاء الله انا هبقى اديكم نبذه عن السي اس اس 3 سيلكتورز المستخدمه واحنا ممكن نستخدم منها ايه في الوقت الحالي. تمام، احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ عن السيلكتورز بانواعها اللي احنا هنستخدمها، وشفنا تطبيقات كتير قوي عليها. لكن عايزين بقى دلوقتي نتكلم عن مفاهيم مهمه جدا جدا هتفيدنا شغالين في السي اس اس، وطبعا ده مهم قوي قوي. هنروح مع ستيل لورنج جاي، وهنقول بقى جايين دلوقتي كاتبين مع بعض ثلاث مفاهيم مهمه جدا 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 لازم ان احنا نشتغل بيها في السي اس اس، علشان دي هي اللي هتدينا دفعه قويه او لما يجي نشتغل وتبقى العمليه بالنسبه لنا سهله في ان احنا لو هنعمل كلاسز او اي دي سيلكتورز او اي سيلكتور من اي نوع مهما كان نبقى عارفين ليه القاعده دي اتطبقت وليه القاعده دي ما اتطبقتش، وايه هي اولويات ترتيب قواعد وهكذا. طيب انا عايز بس اسالكم في الاول سؤال، انتوا هو انا كنت شرحت لكم ايه هو الكاسكيد اللي هو ترتيب القواعد؟ كاسكيد انا شرحته؟ ساعدوني الله يرضى عليكم لان انا مش مركز النهارده والله. تمام جميل جدا. بصوا بقى يا جماعه دلوقتي انا عندي ثلاث مفاهيم مهمه جدا 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 في السي اس اس. مفهوم اسمه الكاسكيد، ومفهوم اسمه الانهيرتنس، ومفهوم اسمه السبيسيفيتي. سبيسيفيتي تمام كده؟
هنقول بقى ايه هو الكاسكيد تاني بسرعه، ونتكلم عن الانهيرتنس ونتكلم عن الايه السبيسيفيكي. تمام كده؟ تعالى نشوف مع بعض. انا هعيده، هو انا مش هعيده، هعيده والله ما تقلقش. تعالى نشوف مع بعض السبيسيفيكي والانهيرتنس والكاسكيد هيبقوا ماشيين ازاي. دلوقتي الكاسكيد هو البرايورتي او الاولويات اللي هنطبق بيها القواعد بتاعتنا على الالمنتس بتاعتنا. جميل كده؟ جميل. تعال نشوف مع بعض. اول حاجه احنا قلنا ان احنا عندنا ثلاث قواعد هنتبعهم في حاله الكاسكيد. دلوقتي انا بقول what CSS rule should apply on the element in case that this rule affects this element. يعني ما هي القواعد التي ستطبق على العنصر في حالة تواجدها وتؤثر على عرضه في الصفحة. الشيء واقف ولا شغال؟ الشيء واقف يا جماعة ولا شغال؟ بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي احنا عندنا رمز مهم جدا 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 اللي هو الاكسكليميشن مارك. ليه علامه التعجب دي؟ احنا قلنا الكاسكيد بيطبق في انهي حاله؟ يعني امتى نطبق مبدا الكاسكيد؟ انتوا فاكرين؟ بتذاكروا؟ انا عايز دلوقتي حد يقول لي احنا امتى بنطبق مبدا الكاسكيد؟ يلا يا جماعه، امتى بنطبق مبدا الكاسكيد؟ في حاله وجود اكتر من ستايل. مظبوط. طيب الكاسكيد بيطبق على ايه بقى؟ بصوا بقى، امتى نبص للكاسكيد؟ انا اقول لكم دلوقتي، انا عايز اعرف الكاسكيد بتاعي هيطبق امتى، فهبص على حالتين، ان وجدوا وجدوا، ما وجدوش هنطبق الكاسكيد. الحاله الاولانيه هي وجود اكسكلاميشن مارك افتر ذا بروبرتي فاليو، يعني وجود علامه تعجب وكلمة importance بعد قيمة الخاصية المراد تنسيق العنصر بها. ناخد ايه؟ ناخد مثال. يعني اجي مثلا على سبيل المثال اقول ايه؟ اقول هنا انه الباراجرافات بتاعتي بشكل عام تست باراجراف بشكل خاص. باراجرافات بتاعتي بشكل عام بتاخد كلر ريد، وتست باراجراف ده ياخد كلر جرين. تمام كده؟ فاحنا جينا لو جينا دلوقتي قلنا هناخد الباراجراف ده كوبي كوبي كده ونطلعه بره الديف اللي اسمه تيست، نحطه هنا اهو ونعمل ريفرش للصفحه بتاعتنا كده، هنلاقي ان احنا عندنا واحد احمر واحد اخضر. ده الاخضر وده الاحمر. تمام كده؟ تمام. فاحنا بقى لو جينا قلنا على سبيل المثال انه قاعده الريد دي امبورتنت كده وعملت ريفرش، ايه اللي يحصل في الحاله دي بقى؟ اللي يحصل في الحاله دي ان كل الباراجرافات قدامي تبقى باللون الاحمر. كلمه امبورتنت
الامبورتنت دي انا بكتبها بعد ما احط قيمه بالنسبه للخاصيه بتاعتي. عشان كده بقول لك كلمه امبورتنت وانت التعجب بتيجي بعد ما بتحط قيمه معينه بالنسبه للخاصيه مراد التنسيق بيها. ما هو كلر هي الخاصيه مراد التنسيق بيها اللي هو الكلر بتاعي، والقيمه هي ريد. بعديها بقى احط علامه تعجب واكتب امبورتنت. فبالتالي اذا كان هناك اي قاعده تمس العنصر بصله وتشابهت الخصائص ما بين تلك القواعد، فيجب في الاعتبار يجب في الاعتبار ان احنا نبص على امبورتنت علشان نتاكد، وبعدين هنبص على اللاين ستايلز، وبعدين هنشوف الكاسكيت. فانا عايزكم تحفظوا الكلام اللي انا هكتبه ده تصمم عشان تحفظوه بعد كده، ويبقى مهم جدا جدا. اذا وجد اكثر من قاعده تنسيق تمس العنصر اللي هو المحتوى يعني بصله، فلا بد اولا من التاكد من ان هناك خصائص تنسيق مشتركه. يعني هنا عندي خاصيه اسمها كلر، وهنا عندي خاصيه اسمها كلر. بس انتوا بقى لو حبيتوا تشوفوا الحكايه اكتر، انا هاجي هنا ممكن اقول ان الفونت بتاعي هنا 0.85 امز وارن. انا جاي اعمل ريفرش هنا كده، فعلا اللون الاحمر اتطبق لان هو خاصيه مشتركه، بس الفونت ما اتطبقش على كله، هو اتطبق فقط على الباراجراف اللي موجود في اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه تيست. فبالتالي انا لازم ادور الاول على الخصائص المتشابهه. فبقول لك اذا وجد اكثر من قاعده تمس العنصر بصله، باراجراف بتمس كل الباراجرافات، ودي تيست بتمس كل الباراجرافات اللي موجود جوه الديف اللي اسمه تيست. يعني كده عندي قاعدتين بيأثروا على العنصر اللي هو الباراجراف. وبالتالي عندي الخصائص المتشابهه هي كلر وكلر. فبالتالي الخصائص المتشابهه هي اللي هدور فيها الاول على امبورتنس. طب لو ما لقيتش امبورتنت، يبقى في الحاله دي ادور بقى على ان لاين ستايلز. يعني ادور على ان لاين ستايل موجود بالنسبه لايه؟ موجود بالنسبه للعنصر ده لوحده. يعني على سبيل المثال اجي اقول ايه؟ اقول مثلا انه الباراجراف اللي هو جوه التيست ده واخد ستايل كلر جرين اهو. انا بقى لو جيت عملت ريفرش دلوقتي الكلر مش هيبقى جرين اهو، عملت ريفرش الكلر هيفضل احمر. ليه؟ لان امبورتنت اقوى من ايه؟ من الانلاين ستايل. فلو شلنا كلمه امبورتنت دي من هنا هنلاقي ان احنا عندنا احمر واخضر، صح؟ بس في الحاله دي هيبقى عندنا الاحمر هو بقيه الباراجرافات، والاخضر هو ايه؟ الباراجراف اللي اسمه تيست. بس انا اصلا كده كده عندي اخضر، طب ما تيجي نخلي ده بلو ازرق عشان نشوف. نعمل ريفرش هنلاقي فعلا ان اللون هنا ازرق، واللون هنا لسه ستيل احمر، لان ده الباراجراف اللي موجود جوه تيست. بس القاعده دي ما اتطبقتش، اللي اتطبق هو الانلاين ستايل. فالقواعد المتشابهه هنا، الخصائص المتشابهه هنا ايه؟ كلر وكلر. اهو دي فيها كلر، ودي فيها كلر، ودي فيها كلر. مفيش امبورتنت، طالما مفيش امبورتنت يبقى نبص على الانلاين. في انلاين يبقى اتاكد 100% ان الانلاين هيتطبق زي ما الامبورتنت تطبق، زي ما القواعد اللي موجوده في الستايل برضه هتطبق. اهو هنا كلر موجوده وهنا كلر موجوده. طبعا ده هيطبق على اللي موجود هنا وهيطبق على اللي موجود هنا. تمام كده؟ فبالتالي انا هقوم جاي شايل الانلاين بتاعي عشان اخلي مفيش لا انلاين ولا في امبورتنت. لو عملت كده يبقى كل الباراجرافات بتاعتي هتبقى باللون الاحمر، وده هيرجع باللون الاخضر اللي هو القاعده اللي موجوده هنا. بس انا بقى هسالك دلوقتي، طالما الاثنين دول اساسا هو دي ودي موجودين، والاثنين دول موجودين وبيأثروا على العناصر بصله، يعني الباراجرافات كلها المفروض تاخد كلر احمر، اما الباراجراف ده بالذات تاخد كلر اخضر. طب ليه بقى؟ لان انت بص لما انا جيت في الكلمه قلت بالذات، بالتالي انا خصصت العنصر نفسه، بقول ان العنصر ده بالذات هياخد الكلر اللي لونه ايه؟ اللي لونه اخضر. فده اللي بيسموه سبيسيفيتي. مش هنتكلم دلوقتي برضه عن سبيسيفيتي، بس هتيجي تقول لي بقى ايه؟ انت بتتكلم عن الكاسكيد، طب ما تفهمني اكتر. هقول لك شيل كلمه تيست دي، شيلها وخليها باراجراف وراها باراجراف. في الحاله دي ايه اللي يحصل بقى؟
الحاله دي الباراجرافات كلها هتاخد لون اخضر والفونت اللي انت حضرتك شايفه اهو، هتاخد فعلا اللون الاخضر والفونت الحجم والايه والخط اللي احنا شايفينه. ليه بقى؟ لان هنا بقى تيجي الحاله رقم ثلاثه، انه طالما مفيش انلاين ستايلز او مفيش امبورتنت رولز يبقى احنا هنا لوك فور كاسكيد، ابحث عن الكاسكيد. وهو بيقول لك انه اخر قاعده تمس العنصر بصله هي التي تفوز. فعلا انا لو عندي قاعدتين باراجراف وقاعده باراجراف، ده موجود اهو وده موجود اهو، بس دي ريد ودي جرين، اخر قاعده مذكوره للباراجرافات اللي هي ايه؟ قاعده رقم 2 اللي هي دي. بالتالي اخر قاعده هي اللي ايه؟ هي اللي تفوز. بس لو في اي خصائص مش مشتركه اكيد برضو ايه هتطبق. يعني انا لو جيت هنا على سبيل المثال قلت انه كل باراجرافات بتاعتي تاخد بوردر سوليد و 3 3 3، وعملت هدور على الخصائص المتشابهه عشان نطبقها. اما بقيه الخصائص المتشابهه كده كده هتطبق هتطبق. عشان انا لو جيت هنا قلت ان البوردر بقى عملت قاعده متشابهه ما بين اللي فوق وتحت، قلت له بقى المره دي هنا اتضفت واحد بيكسل ولونه مثلا احمر غامق وعملنا ريفرش، هنلاقي انه اللي هيطبق هو الدوتد واللون الاحمر الغامق و 1 بيكسل. فاحنا لما بنيجي ندور على القواعد بندور على القواعد التي تمس العنصر بصله، وبعدين ندور على الخصائص اللي جواها المشتركه عشان نشوف مين فيهم اللي هيطبق عن الثاني. اكسكليمنيشن مارك اللي هي علامه التعجب اللي هي الفاليو امبورتنت. وبعد كده لو ما لقيناهاش هندور على انلاين ستايل يكون موجود مع العنصر المراد تنسيقه. ولو ما لقيناش انلاين او لقينا امبورتنت بندور بعد كده على الكاسكيد اللي هو انه اخر قاعده تمس العنصر بصله هي اللي هتفوز. اما بقيه الخصائص الغير مشتركه ما بين هذه القواعد يتم تطبيقها في كل الحالات. اهو دي ايه دي تقريبا كلمه وجود او حاجه زي كده عشان لسه ما اتلخبطش. تعرف هنا بقى ايوه يبقى احنا كده اتكلمنا عن الكاسكيد. لسه في نقطة أخيرة زي ما قلنا ترتيب القواعد. طب أنا كده كل اللي بتكلم عنه هو الستايل بروبرتي، أنا آسف الستايل إيه؟ تاج بتاعي. افرض أنا بقى حاطط مثلا الكلام ده في اكسترنال شيت، الاكسترنال شيت يبقى أنا لو جيت هنا وعملت على سبيل المثال اكسترنال شيت كده سميت ده مثلا مين دوت سي اس اس أهو، قمت جاي هنا فاتح مين دوت سي اس اس ده، قلت له اوبن فتحنا مين دوت سي اس اس ده مع بعضينا كده، وجينا هنا قلنا ان الباراجرافات بتاعتي تاخد مثلا ونفترض كار لونه مثلا اف 90 برتقالي، وجيت قمت عامل ادراج للسي اس اس فايل بتاعي ده هنا فوق عن طريق تاج اللينك. طبعا زي ما انتم عارفين ادي اللينك اتش ريفرنس هو مين دوت سي اس اس، وبعدين تايب بيساوي تكست على سي اس اس، وبعدين الريليشن هي ستايل شيت، وبعدين الميديا اللي انا هستخدمها طبعا هي اول كايند اوف ميديا اهو. بالتالي انا لما اجي بقى اعمل هنا ريفرش برضه هلاقي انه اخر قاعده لا تطبق. طب لو انا بقى جيت حطيت اللينك بتاعي ده السي اس اس فايل الاساسي بتاعي تحت التاج اللي اسمه ستايل كده بالمنظر ده، لو انا بقى جيت دلوقتي عملت ريفرش ايه اللي هيحصل؟ اللون هيبقى برتقالي. ليه؟ لانه اللي يقول لك انه الانديبت يطبق عن الاكسترنال او الاونلاين يطبق عن الاكسترنال قول له انت غلطان لسبب بسيط. لانه انت لو فاكر انه انت عندك اكسترنال ستايل شيت وعندك انترنال ستايل شيت اللي هو الانديبت ده وتقول انه ده كده كده هيطبق عن ده، لا انا اقول لك انت غلطان، لان الكاسكيد بتقول لك اخر قاعده تفوز. فبالتالي انت لو جبت ده تحت في مكانه غير الطبيعي اللي هو المفروض ده يبقى فوق تاج الستايل حطيته تحت هنا مش هيأثر معاك في الصبح، ما هي الصبح هتشتغل برضه ومش هتديك ايرورات، مفيش اصلا ايرورات في السي اس اس ولا اتش تي ام ال.
طبعا اتعرض، بس كده اخر قاعده ذكرت بالنسبه للباراجراف هي ان اللون يبقى لون ايه؟ برتقالي. فبالتالي هنا احنا بنتكلم بقى عن الكاسكيد. فبالتالي ان كنت انت فاكر في يوم من الايام انه الان لاين كده كده بيطبق على الاكسترنال، انا اقول لك اسف انت غلطان، لان الاكسترنال والانترنال اللي هم الا ستايل شيتس رولز عاديه، ترتيب بالتجاد بتاعتهم فقط هو اللي يقول لك ان فيهم اللي يطبق على الثاني، لان انت هتدور على اخر قاعده ذكرت في اي منهما تنص العنصر بصله، وهتقول اكيد هي دي اللي ايه؟ هي دي اللي هتطبق. يبقى ده مبدا مهم جدا من المبادئ اسمه مبدا ايه؟ مبدا الكاسكيد. طبعا ده من المبادئ المهمه جدا اللي احنا بنراعيها واحنا شغالين علشان نعرف ترتيب القواعد بتاعتنا، علشان ما يحصلش معانا لخبطه واحنا بنعمل سي اس اس بالنسبه للايه؟ للمحتوى بتاعنا. جميل، ده كده فيما يختص بالكاسكيد. فعشان اسبق الناس الحكايه دي، والناس بتقول مثلا على سبيل المثال، طب هو انت بقى لو جبت لي التدين اللي فوق دول تحت من اهو، وهنا كان في ستايل ان لاين، هل ده هيأثر؟ هل اخر قاعده هتطبق؟ انا قلت لك الان لاين والامبورتنت مفيش فيهم ديجرز. يعني انت لو جيت هنا قلت ستايل يساوي، وقلت هنا ان الكالر بتاعي هو بلو كده، وعملت ريفريش للصفحه دي، هتلاقي فعلا ان الكالر بتاع الباراجراف هيبقى بلو. لو انت بقى افتكرت انك هتجيب دول كده من فوق في مكانهم غير معتاد نهائيا تحت الباراجراف اللي انت حضرتك كاتبه كده اهو، وانت جاي عامل ريفريش وقلت لا ده هيطبقه، لا مش هيطبقه. الانلاين دايما بيطبق على اي حاجه موجوده. بس شكك بقى لو قلت انه في كلمه امبورتنت في اي مكان، ان شاء الله القاعده دي تكون اخر قاعده مذكوره في السي اس اس، في اي مكان. يعني بص انا اخر تاج عندي هنا الباراجراف اللي هو موجود في الايه؟ في السي اس اس الاكسترنال. انا لو جيت هنا قلت انه دي بعد الفاليو القيمه كلمه امبورتنت وعملت هنا ريفرش، هتلاقي ان كل الباراجرافات هتتحول معايا للون الايه؟ البرتقالي. يبقى بالتالي انت بتدور الاول على كلمه امبورتنت، وبعد كده بتدور على الاين ستايل، وبعدين بتبص للكاسكيد بتاعك. The last rules applies wins. طيب ده بالنسبه للايه؟ للكاسكيد. بالنسبه بقى للانهيرتنس. الانهيرتنس بتاعنا هو ايه؟ هو ان احنا دلوقتي ايه هي القواعد اللي بتتوارث ما بينهم بعضهم؟ ما انا عارف ان انا شرحت ده، بس في ناس طلبته عشان ده مهم جدا، لان ده هيمهد اللي بعديه. فبالتالي الكاسكيد هيمهد بقى الانهيرتنس في ايه؟ في ان انا دلوقتي لما اجي اقول انهيرتنس يبقى عندي توارث، يعني في قواعد ستتوارث من التشايلد والبارنت بتاعه. البارنت مثلا، ولا افترض على سبيل المثال زي ما قلنا كان الخط مثلا 80%، يبقى اكيد كل القيم اللي هكتبها ريليتيف متصله هتكون بتحسب على مقدار ال 80% من ايه؟ من الصفحه بتاعتي. صح كده؟ صح. تعال نشوف، تعال اصلا نعمل تريكايه مشهوره جدا بتحصل وفي ناس كتير قوي بتقع فيها. اولا القاعده بتقول لك ايه؟ دي احنا كده اتكلمنا عن الايه في الكاسكيد، كاسكيد بقى هنتكلم عن ايه؟ عن انهيرتنس. هي بقى القاعده بتقول لك ايه؟ بتقول لك انه ليس كل الخصائص التي تستخدم في التنسيق مورثة. يعني مش كل الخصائص اللي بتستخدم في التنسيق مورثة. تمام كده؟ فبالتالي هتقول لي على سبيل المثال ايه اللي ممكن يورث؟ اقول لك الويتس ممكن يورث، الفونت ممكن يورث. تمام كده؟ الليفت ستايل مثلا ممكن يورث، لكن المارجن ما يورث. اكس مثلا البادي ما يورث، بوردر ما يورث، هكذا. تعالوا نشوف مع بعض هل الكلام ده حقيقي ولا لا. باك جراوند برضه نفس الكلام، هل الكلام ده حقيقي؟ تعالوا نشوف. احنا دلوقتي لو جينا على سبيل المثال قلنا انه
هنا عندي ديف واخد اي دي اسمه اوفر، وعندي جواه ديف تاني واخد اي دي اسمه انر، يعني واحد داخلي وواحد خارجي. حاجه بقى انا قايل ايه؟ قايل انه اوتر ده واخد ويتس معين هو 350 بكسل، واخد بادنج داخلي هو مثلا 15 او 10 بكسل، واخد مثلا على سبيل المثال مارجن ازاحه خارجيه من كل النواحي 10 بكسل، واخد بوردر هو سوليد 3 بكسل باللون اللي هو الاسود ده، واخد باك جراوند داش كولر لون مثلا احمر جميل. الديف اللي تحتيه بقى اللي هو الانر ده كوبي على العكس منه اصغر شويه، مش هنحدد له لوكس ومش هنحدد له ولا بادنج ولا مارجن ولا بوردر، بس هنحدد له او خلي البوردر سيب البوردر دلوقتي وخلي الباك جراوند كلر دي تبقى اف 90. تعالى نشوف مع بعض دلوقتي، انا لو جيت عملت ريفرش بالنسبه الصفحه دي كده وادي ايه التاني جواه. طب التاني ده مش ظاهر ليه؟ لان لسه ما خدش ايه اي مساحه. لكن احنا لو جينا كتبنا مثلا هنا اي حاجه this is a test text عملنا هنا ريفرش هنلاقي انه فعلا الديف ظهر معانا. ليه؟ لان انا دلوقتي الديف بتاعي اهو بطاني واخد تكست جواه، بس انت بقى لو بصيت هتلاقي ان الديف ده اصلا العرض بتاعه كان. تعال نشوف، هنيجي هنا نعمل كليك يمين عليه في الفايرفوكس مثلا ونقول ايه انكسبكت الاليمنت. انكسبكت الاليمنت هاجي هنا اقول لك انا عايز اشوف الستايل بتاع الديف ده قد ايه. فطبعا انتوا عارفين ان انا حطيت له باك جراوند كلر بس انا بقى لو رحت هنا البروبرتيز انا عايز اجيب ايه؟ ثانية واحدة، هو هنا مفيش كمبيوتر ستايلز؟ مفيش كمبيوتر. طب ما تيجي نعملها بالايه؟ بالفاير بج. اهو تعالى نقول ده كليك يمين ونجيب انسبكت element with firebug ونجيب الكمبيوتر ستايلز. تعالى نجيب البوكس بتاعي. بصوا يا جماعة اهو بصوا كده شايفين الهوتس هنا كام؟ 300 وكام؟ 350. تعالى نشوف مع بعض كده احنا هنا عندنا ايه؟ شوف ادي 10 بيدنج 10 10 20، وعندك هنا 10 كمان مارجن 10 10 20. يعني انت كده عندك كام؟ عندك 20 في الاتجاهين و20 في الاتجاهين، يبقى كام؟ 40. يعني انت عندك 350 و10 من هنا و10 من هنا يبقى 370، وكمان 370 و10 من هنا و10 من هنا يبقى كام؟ يبقى 390. وعندك 3 بكسل من الاتجاه اليمين ومن الشمال، يعني 6 بكسل يبقى 306 وكام؟ و90. بس شوف ده بقى خد الويتس بتاعه كام؟ 350. ليه خد الويتس بتاعه 350؟ لان هو ورث القيمه دي اوتوماتيكيا من البرنت بتاعه، بغير حسابات البوكس موديل اللي احنا عرفناها. احنا عارفين ان هو اصلا الاساس ان البرنت بتاعه 350 بكسل، فهو توارث القيمه دي اوتوماتيكيا منه من غير انا اساسا ما احددها. يعني انا هنا ما حددتش اي قيمه، انا قلت له الباك جراوند كلر بس اللي هو اللون البرتقالي. فبالتالي انا لو جيت حددت اساسا هنا بقى قيمه، قلت مثلا الويتس بتاعي بقى 350، قلت مثلا 150 بكسل، في الحاله دي فعلا هو يبقى 150 بكسل ما يتوارثش، فيبقى كده فعلا الويتس بيتوارث. طيب تعالى مثلا نقول انه الاوتر بتاعنا ده الفونت بتاعي السايز بتاعه 0.85
انز والنوع ارايل ونتعمل ريفرش. تعالى نشوف لو جينا عملنا كده هنلاقي فعلا انه بيتوارث الحجم اللي هو 0.85 وبيتوارث كمان الايه؟ النوع بتاع الخط. لو جيت وقفت هنا على التكست ده اهو هلاقي ان انا عندي هنا inherited from this outer اهو انه الانر ده باك جراوند كلر والخاصيه بتاعه الفونت هي بتتانيريت الانيريت منين بقى؟ من الجزء اللي اسمه ايه اوتر اهو. فلو جيت هنا قلت مثلا على سبيل المثال التكست بتاعي بص هو عمل ايه؟ 13.6 بيكسلز اهو اللي هي قيمه مطلقه. فكروا ان انا لما قلت لكم في الاول ان كل القيم في الاخر الريليتيف بتتحول الى قيم مطلقه اهو 13.6 بيكسل القيمه الفعليه اللي احنا ايه شغالين عليها دلوقتي اللي هي القيمه الحقيقيه المستخدمه. وبالتالي كده الفونت عندي بيورث. بس لو انت جيت بصيت هتلاقي انه البوردر مورث. ليه؟ لان انا لو جيت بصيت هتلاقي انت عندك البوردر هنا زي ما حضرتك شايف اسود و3 بيكسل من جميع الاطراف. ليه هو ما تورثوش بقى؟ في الحاله دي انا بقى ممكن استخدم قواعد الانيرتنس. يعني اوفر رايد على اللي انا ايه؟ اللي انا شفته، يعني اعمل انا الكلام ده من عندي. ان انا اقوم جاي بقى مستخدم قيمه احنا ما بنستخدمهاش كتير قوي، بس انا عايزكم تستخدموها في الحالات اللي انتم محتاجينها. زي ما انا اقول مثلا البوردر بتاعي لو هو كده كده واخد نفس الستايل بتاع البرنت بتاعه، يبقى اجي هنا واقول ان البوردر بتاع البيز واير ده هيبقى انهيرت. يعني توارثه من البرنت بتاعك، هلاقي ان هو فعلا هيتوارث البوردر بتاعي منين؟ من البرنت بتاعه. فهياخد نفس القيم اللي حضراتكم شايفينها. ولو انا جيت قلت له مثلا البادنج بتاعي انهيرت مثلا، تعال نشوف كده فعلا هيتوارث كمان البادنج بتاعه من الايه؟ من البرنت. فبالتالي استخدامك للقيمه انهيرت انت كده بتجبر القواعد التي لا تورث ان انت تورثها من البرنت بتاعك. يعني لو تشايلد ما بياخدش القاعده دي او بيورثها من البرنت بتاعه ممكن ان هو يورثها عن طريق استخدام القيمه اللي اسمها ايه؟ انيرت. يبقى كده هو ده مفهوم التوارث بتاعي، ان التشايلد بيورث الخاصيه بتاعته من البرنت بتاعه ولكن ليس كل الخصائص تورث. يعني عندك مثلا على سبيل المثال الهايت، لو احنا جينا هنا قلنا ان الهايت بتاع الافندي الكبير ده 360 بكسل مثلا اهو، وانا جيت قمت عامل ريفرش كده، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيبقى ثانية واحدة انا اسف 360 بكسل هايت. بس هل بقى البيض اللي جوه ده تأثر بال 360؟ لا ما ورثهمش. لان يعني حضرتك لو جيت مثلا بصيت هنا اهو ده البيض بتاعي اهو فاير بج، هنروح على البوكس موديل بتاعنا هنلاقي ان الهايت بتاعنا لسه ستيل 16 بيكسل. فبالتالي الهايت كده لا يورث. فانا لو جيت هنا قلت له انت بقى بيه تورث الطول بتاعك من البرنت بتاعك يبقى انا هقول له ان هيرت. في الحاله دي لما انا اجي اعمل ريفرش بص بقى يبقى مش كل حاجه يمكن ان احنا نورثها، مش كل حاجه يمكن ان احنا ناخدها تحت بند الايه؟ التوريث. تمام كده يا جماعه؟ تمام. هو ده المبدا اللي انا حبيت ان انا اتكلم عنه اللي هي جزئيه الايه؟ التوريث. فبالتالي في بقى حاجه مهمه جدا جدا انا عايزك تركز عليها وانت شغال فيما يختص بالكاسكيد والانهيرتنس، انه ممكن تحصل تركات كتير قوي معاك وانت ما تاخدش بالك منها. على سبيل المثال مثلا ممكن تقول ان انا عندي هنا لسته معينه يو ال فيها مثلا مجموعه ال ايز انا فاكر في حاجه غلط هنا انا عملتها متاكد 100% في حاجه غلط لا في حاجه غلط ده مورس هو ولا بقول ايه؟ اه يورث فعلا ايوه فعلا هي القواعد كلها فعلا لا تورث بس استخدام كلمه انهيرت بتورث القاعده. طيب انا اكيد كنت عامل حاجه غلط في الكود هنا. تمام نتكلم بقى عن ايه؟ عن التركيه اللي انا بحب ايه حد ان انا اوريها لكم عشان تشوفوا
ايه الغلطات اللي احنا ممكن نقع فيها واحنا شغالين. نفترض ان انا عندي هنا يو ال على سبيل المثال، واليو ال بتاعتي دي كانت ال اي بتاعتها، ونفترض this is a list item copy paste 2 3 4. فتيجي مثلا على سبيل المثال تقول ايه؟ تقول انا عايز اليو ال بتاعتي ال اي بتاعتها الفونت داش سايز هو 1.1 امز، تمام كده؟ ف 1.1 امز لو حضرتك شفت هتلاقي ان انا لو عملت ريفرش هنا دلوقتي هلاقي ان فرق الفونت 1.1 امز. نفترض بقى ان انا جيت جوه ال اي زي ما حضراتكم عارفين، وقمت جاي عامل كمان يو ال، جاي هنا كمان عامل يو ال اهي، وقمت عامل فيها 2 ال اي. This is a list item in inside a list copy name. تعالوا بص معايا زي ما انت شايف ايه اللي حصل عندي. الليسته بتاعتي اهي مفيش فيها اي مشاكل نهائيا. نفترض بقى ان انا قمت جاي هنا اهو قايل ايه؟ ان البادي بتاعي الفونت داش سايز بتاعه يساوي 100% كده. فالمفروض ان انا لو حصل عندي اي نوع من انواع التريكات او الهاكس، انه يبقى عندي انا هنا على سبيل المثال الليست ايتم دي واخد فونت سايز معين ريليتف، وتبص تلاقي ان انت عندك هنا على سبيل المثال ال اي ثانيه او يو ال ثانيه جوه ال اي بتاعتي فيها تكست زي ده، وحصل معايا ان انا لقيت انه الحجم بتاعي كبر اكبر من اللازم، يعني تلاقي مثلا ده 1.1 وتلاقي ده ضعف ال 1.1 بقى مثلا 2.2. في الحاله دي انت هتضطر ان انت تعمل حاجه مهمه جدا جدا، وهي ايه؟ وهي ان انت تقول مثلا على سبيل المثال اني انا عايز كل الليست ايتمز الثانيه اللي موجوده جوه اليو ال موجوده جوه ال اي تاخد الفول سايز بتاعها انيرت. على سبيل المثال انا لو جيت مثلا قلت ان الاي دي بتاع ده هو نافيجيشن مثلا كده، وقمت جاي قايل ايه؟ قايل انه اليو ال اللي اسمها نافيجيشن دي ال ال اي اللي فيها كام؟ 1.18 امز. فبص تلاقي هنا ايه بقى؟ تلاقي ان انا عندي كل الايتمز بتاعتي واخده نفس السايز اللي هو 1.1 امز. فانت لما بتحب تعمل افويدنس للبجات اللي زي كده اللي ممكن تقابلها في التوبوجرافي بتاعك، انه على سبيل المثال مثلا تلاقي انه الحجم بتاعي بتاع ال اي كبر عن الحجم الطبيعي بتاع اي ال اي ثانيه موجوده في النافيجيشن، وحصل فيه ضعف في التوارث، فكل اللي انت بتعمله ان انت بتبقى عايز تقول ايه؟ ان اليو ال بتاعتي اللي موجوده جوه ال اي اللي موجوده جوه الناب مثلا على سبيل المثال تاخد الفونت سايز بتاعها ايه؟ مورث، ينهرت. ينهرت ليه؟ علشان ما يحصلش معاك الايه؟ الباج ده. يبقى انا كده اتكلمت عن الانهرتنس واتكلمت عن ايه؟ الكاسكيت. ده بالنسبه للانهرتنس وده بالنسبه للكاسكيت. بالنسبه بقى للسبيسيفيتي، ايه هي السبيسيفيتي؟ السبيسيفيتي بتاعتي ان انا اقوم جاي قايل انا عايز اخصص عنصر معين. انت اصلا استخدامك للسيلكتورز ادفانس زي ما انت شفت خصصت العنصر المعين بكل الطرق الممكنه. انت بتقول انا عايز باراجراف واخد اتربيوت معين، او عايز مثلا باراجراف واخد مثلا جزء معين في الصفحه زي فيرست بارنت لاست بارنت، يعني اخد فيرست تشايلد لاست تشايلد اونلي تشايلد، حاجات زي اللي احنا مثلا اتكلمنا عنها دي. فهمتني؟ او عايز مثلا باراجراف يكون جاي ورا ايه تاني على طول. فانت كده بتخصص كل الايه؟ السيلكتورز بتاعتك اللي انت عايز تعملها تنسيق. طب انت بقى دلوقتي لو حصل وكتبت اكتر من قاعده هبص العنصر بالصفر. بس القواعد دي دلوقتي مختلفه معاك، وفي منهم قاعده جت قبل الثانيه والكاسكيد ما طبقش. ايه بقى المشكله عندك؟ تعال نشوف. على سبيل المثال انا ممكن مثلا اجي اقول ايه؟ ان انا هشيل الجزء ده كله كده، وهقوم جاي اعمل كده اهو، واقوم قايل مثلا ايه؟ قايل انه عندي ديف
اسمه مثلا تيست، وعندي جواه باراجراف. This is a paragraph. وبعدين نقفل الايه، نقفل الباراجراف بتاعنا. تعالى بقى دلوقتي على سبيل المثال قول ان انت عايز تاخد ده كله كده كوبي بيست 2 3 4 وعايز تحط مثلا باراجراف هنا كمان وتقول جاي هنا اهو فاتح مثلا على سبيل المثال ولا افترض اي حاجه، ممكن مثلا نقول حاجه نبلد شويه اهي يعني نقطة كومنت نقول ايه هنا في باراجراف 203. تعالى مثلا نشوف لما نيجي نبص على الباراجرافات دي اللي هيحصل. خلينا كده دي الباراجرافات بتاعتي. فانا دلوقتي عايز ايه بقى؟ عايز ان انا اخلي الباراجرافات بتاعتي كلها في الصفحة تاخد كلر معين زي اللون الاحمر. اهو. فبص الاقي فعلا كل الباراجرافات بتاعتي واخد ايه؟ كلر احمر. بس انا بقى عايز اقول له وبعديها انه اليو ال دي تاخد كلر جرين. كده هاجي اعمل ريفرش باراجراف ثاني. انا في حاجه غريبه مش فاهمها، هو ليه القاعده الثانيه اتنبهت على القاعده الاولانيه؟ مع ان انا بتكلم هنا عن باراجرافات وبتكلم هنا فوق عن باراجرافات، لان انت خصصت القاعده باستخدام اكتر من نوع من انواع السيلكتورز. يعني ايه؟ يعني قلت الباراجرافات اللي جوه اليو ال غير لما تقول الباراجرافات بشكل عام. ما هو دلوقتي انت لما تيجي تقول الشعب المصري ولا لما تقول سكان القاهره؟ ما هم سكان القاهره دول من الشعب المصري. بس انت لما تقول الشعب المصري يعني انت بتعمم الشعب كله بكل افراده، غير لما تقول سكان القاهره. سكان القاهره اي نعم من نوع الشباب سكان القاهره حاجه معينه ولا افترض. فهو ده المثال في ابسط حالاته. ان انت بتقول الباراجرافات كلها ولا بتقول الباراجرافات اللي جوه اليو ال دي هتمشي بنظام تاني. فبالتالي بقى الكاسكيد في الحاله دي مش هينفع معاك، لان انت حتى لو جبت القاعده دي من تحت هنا اهو وحطيتها فوق القاعده دي كده وعملت ريفرش هتلاقي برضو ان الباراجرافات اللي موجوده جوه اليو ال بيطبق عليها التنسيق. ناخد مثال تاني، ان انت مثلا تعالى بس الاول نعمل ايه؟ نعمل ديف هنا كمان عشان ايه نصعب العمليه شويه. نسميه مثلا كونتينر اهو. ديف اللي اسمه تيست ده اخره فين؟ اخره هنا. ماشي. هنحط هنا قفله الديف بتاعنا اللي هو الايه كونتينر ده. تعالى مثلا نقول على سبيل المثال ان انت هتعمل قاعده كالاتي، هتقول كونتينر كده والباراجرافات اللي فيه كلر بتاعها مثلا بلو. هتيجي تعمل ريفرش تلاقي ان الباراجرافات بتاعت الايه الكونتينر ريد بلو. ولو حتى احنا جبنا القاعده دي اصلا فوق هنا اهو من الاخر خالص كده وحطيناها هنا برضو هنلاقي ان الكونتينر باراجرافات واخده بلو. بس احنا لو جينا بقى كتبنا كونتينر وبعدين قلنا تيست وبعدين قلنا بي وقلنا ان الكلر هنا هيبقى ولنفترض اورنج، هتبص تلاقي ان الكلر بقى ايه؟ بقى اورنج. ايه يا عم التعقيد ده؟ طب ما هو القاعده الاولانيه والقاعده الثانيه بيتكلموا عن نفس الباراجرافات. لا بس ثانيه واحده، انت كده خصصت القاعده اكتر. انت بتقول الباراجرافات اللي جوه الكونتينر يعني ممكن يكون في باراجراف بره الجزء ده هنا هو بالمنظر ده كده كده اهو. تكتب this is a paragraph اهو وهو ده بره في الكونتينر بس بره الديب اللي اسمه تيست. فبالتالي اهو فهمتني؟ كونتينر بي وكونتينر تيست بي. كونتينر بي هو اللي هياخد بلو، لكن الباراجرافات دي موجوده فين؟ موجوده جوه التيست اللي هو جوه الكونتينر. تيجي بقى تقول ايه؟ انا فكره انا هعمل الحركه دلوقتي جامده قوي قوي، انا هقوم قوي قوي ايه؟ قايل دوت مثلا يلو اهو خلاص اهو، واقوم جاي قايل الكلر بتاعي يلو. واول لما احط هنا في الباراجراف ده كده
بلس بيساوي يلو هيبقى اصفر على طول. اجي اعمل ريفرش لا لا اصفر ولا اخضر ولا احمر ولا اي حاجه. لا اكيد انا عامل حاجه غلط. يبقى انا هعمل ده كده كوبي واوديه مثلا تحت هنا في الدرجات ده لوحده هنا اهو في الحته دي كده اهي. وتيجي تعمل ريفرش ولا في اصفر ولا احمر غير لما ايه؟ غير لما قمت جاي قايل ايه دلوقتي؟ هنا الله ايه يا عم ده؟ هي اللحظات دي اشمعنى تطبق هنا وما تطبقش هنا؟ ده حاجه غريبه قوي. يعني هو هنا هيطبق وهنا ما هيطبقش؟ يعني هي مثلا البرنامج ده مثلا في بج ولا حاجه؟ البروزر بتاعي فيه مشكله؟ لا هو البروزر ما فيهوش مشكله. هو العمليه كلها بتحصل مع كل ديزاينرز اللي مش فاهمين يعني ايه سبيسيفيتي. واللي ثلاث ارباع الناس اللي شغالين في الديزاين مش قادرين يفهموا ايه هو مفهوم السبيسيفيتي، فللاسف بيواجه المشاكل دي يوميا في شغله ويبقى هيتجنن وشد شعره وعايز يعرف ليه القاعده دي ما اتطبقتش وليه القاعده دي اتطبقت، مع ان انا اخدتها على باراجراف ثاني اتطبقت والباراجراف الاولاني ما اتطبقش. انت تعرف ان القاعده سبيسيفيك عن الثانيه، انت تعرف ان القاعده ماتش مور سبيسيفيك عن الثانيه. انا اقول لك بقى هنعمل ايه. احنا قلنا دلوقتي ان احنا عندنا حاجتين لا يمكن ان احنا نعدي عليهم عاملين زي الطوفان. الامبورتنت لو كانت فين وترتيب القاعده فين كده كده الخاصيه هتطبق هتطبق. والانلاين لو الانلاين اتربيوت الانلاين ستايل موجود على التاج بتاعي ومذكور فيه خاصيه اللي انا عايزها لو قعدت اعمل ايه السنه الجايه برضه هيطبق. طب لو مفيش ولا امبورتنت ولا انلاين تقوم باصص على الاتي بقى. اول حاجة تقول احسب عدد الاي دي سيلكتورز في السيلكتور على بعضه. count the id selectors والاي دي بيساوي 100 وبعدين count the classes اللي هي class selectors او خلي دي class و sudo class و attribute selectors وتقول ان كل واحده في دول each بتساوي 10 وبعدين count the type and sudo elements selectors و each كل واحده من دول بتساوي 1 وبعدين اليونيفرسال سيلكتور يساوي كام بقى؟ زيرو. يعني خلي ده كده يونيفرسال سيلكتور يساوي زيرو. حلو كده؟ حلو. تعالى نشوف بقى هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ دلوقتي احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا انه انا عندي هنا كلاس اتطبق هنا ما اتطبقش هنا، صح؟ هتقول لي صح. طيب اول حاجه في كم قاعده بتبص الباراجرافات اللي موجوده جوه الديف تيست ده بصله. هتقول لي ده القاعده دي بتاثر عليهم. هقول لك صح. والقاعده دي بتاثر عليهم لان الباراجراف ده اصلا موجود جوه الديف موجود جوه كونتينر كمان. هتقول لي اه صح. والقاعده دي بتاثر عليهم صح كده؟ القاعده دي كانت بتاثر على العنصر ده بالذات. تعالى بقى نحسب. انا عندي كام اي دي سيلكتور هنا؟ كونتينر اي دي سيلكتور وتيست اي دي سيلكتور يبقى كده 200 يعني 2 في 200 في 100 انا اسف زائد دي تايب سيلكتور يبقى 1 في 1 يبقى كده 201 يبقى كده التوتال 201. يبقى احنا هنيجي هنا نفتح كومنت صغير ونكتب ايه؟ 201. طيب القاعده اللي بعديها عندي كونتينر ده اي جي يبقى ب 100 والباراجراف بواحد يبقى 101 يبقى 101. طيب اليو ال دي يعني 1 و1 2 يبقى دي تساوي 2. بعدين الباراجرافات بواحد يبقى القاعده دي بتساوي في قيمتها 1. بعدين القاعده الاخرانيه كلاس يبقى ب 10 على طول وش ب 10 يبقى اكيد مليون في الميه القاعده اللي هتفوز هي 201 صح كده؟ ليه؟ لان 201 اعلى من 101 واعلى من 10. بالتالي انا بقى لو جيت قمت قايل ايه؟ قايل انا هخصص القاعده دي وهخليها من الاخر هقوم حاطط لها كده كونتينر وتست.
لو قمت عامل كده هبص الاقي الباراجراف اللي فوق ده بقى لونه ايه؟ بقى لونه اصفر. ليه بقى لونه اصفر؟ لان انا بقول له الكونتينر الوادي الجسم تيست او اصلا اللي هو اي حاجه واخده كلاس اسمه ايه جوه حاجه اسمها تيست جوه حاجه اسمها كونتينر. ما هو هنا بقى كانت هتبقى 210 2 اي دي ال 2% ب 200 والكلاس ب 10 و 210 210 اكبر من اعلى من واحد اعلى من 201 اللي فوق صح كده؟ صح. طب افرض بقى قمت انا جاي واخد نفس القاعده دي بالظبط كده بالمليو قمت جاي حاططها فوقيها قبليها كده وقمت قايل ان انا بقى ايه مش اي حاجه يلو ده هي البرغرافات اللي واخده يلو. في الحاله دي هتبقى 211 بقى صح؟ لان احنا كمان زودنا بيه يبقى اكيد المره دي بقى هقوم قايل له ايه؟ خلي دي مثلا نفترض على سبيل المثال تيان كده نيجي نعمل ريفرش نبص نلاقي فعلا بقى البرغرافات بقى تاني بقى تاني. ليه؟ مع ان هو اصلا دي يلو وده يلو. لا ده انا هنا بقول له اي حاجه واخده خلاص اسمه يلو لكن انا هنا بقول له لا ده البراجرافات اللي واخده خلاص اسمه يلو. ولو انت مش هتعرف توصل كده بالمفهوم اللفظي اللي انت بتقوله حول دايما القاعده الارقام وشوف هي هتمشي معاك ازاي. طبعا الفاير بوك ده هيساعدك جدا في حاجه بقى ان انت لما تيجي تعمل كليك هنا على القاعده وتقول له انسبكت اليمنت ويز فاير بوك هو وش هيقوم مطلع لك كل القواعد اللي متطبقه على الباراجراف ده. بص كده كونتينر تيست بي يلو متطبقه عليها حلو كده وراه على طول في الرقم كده كونتينر تيست يلو وراه على طول كونتينر تيست بي وراه كونتينر بي وراها بي كل القواعد دي متطبقه على الايه؟ على الباراجراف اللي هو المعرفه اللي فوق ده لوحده. بس شوف بقى الباراجراف بتطبق عليه كام قاعده ودول لو انت حسبتهم هتلاقي فاير بوك مرتبهم حسب الارقام يعني مثلا دي ادي 100 210 211 100 210 100 201 101 1 فانت وش كده خلاص. اول لما تتمكن من الحسابات السهله جدا والعبيطه دي هتلاقي ان العمليه سهله جدا معاك. ليه سهله جدا معاك؟ لان فعلا انا بمجرد ما قمت جاي عامل حساباتي حتى لو انا مش هقول باللفظ كده انه ده جوه ده جوه مش عارف ايه وابدا اتكلم لفظيا عشان اعرف اني اكثر تخصصا من التاني فانا بالارقام عن طريق الاي دي مجموع كل واحد منهم ب 100 او لو في عندي كلاسز سودو كلاسز اتريبيوت سيلكتورز يبقى ب 10 تايب سيلكتور او سودو اليمنت يبقى ب 1 واليونيفرس سيلكتور بصفر اجمع القاعده بتاعتي واشوف هي بتساوي كام وبالتالي اقدر بسهوله جدا ان انا وانا شغال في الديزاين مفيش اي قاعده سي اس اس هتقف قدامك مستحيل. اصل انت لو فهمت التلات مبادئ دول السبيسيفيتي والانهيرتنس والتسكيد مستحيل نهائيا اي قاعده سي اس اس تقف قدامك. ولو انت جيت تعمل قاعده وانت عملتها غلط انت نفسك هتعرف انها غلط لانك لو بصيت كده هتقول يا عم ده دي 203 ودي مثلا 104 يبقى ازاي ال 203 هتطبق؟ اكيد بالنظر كده لا دي 200 ودي 110 ده اكيد 100% ال 200 هتطبق عن الايه؟ عن ال 110. يبقى هي دي الحاجات اللي انا كنت المفروض ان انا اتكلم عنها النهارده في المحاضره قبل ما اخش في ايه الديزاين. هناخد بقى بالظبط دلوقتي 37 الساعه 10 الا ربع بالظبط باذن الله هيبدا بقى الديزاين بتاعنا اللي هو اللي احنا اخترناه ده عشان نشوف هنعمل فيه بالظبط. وبعد كده بقى ايه هسيب لكم ده بقى ديك الاسبوع تعيشوا حياتكم تذاكروا براحتكم وتكملوا الديزاين ورايا واشوف بقى انتوا هتعملوا ايه ان شاء الله في الديزاينز اللي انا هطلب منكم. استاذنكم بقى لغايه الساعه 10 وربع كده ان شاء الله وارجع لكم. لغايه الساعه 10 وربع وانا كنت طلبت منكم ان انتوا لو عايزين تخشوا المسابقه بتاعت الديزاين انا كنت هطلع على الصفحه عندي ما طلبتش حاجه دلوقتي منكم حاجه استراحه استراحه يا جماعه استراحه لغايه الساعه 10 وربع مفيش حاجه مطلوبه ما تقلقوش.